تحديداً وفي هذا الشارع التي تجمع محله قطعاً وتحفاً فنية توثق آثار وعادات سورية، لابد وأن تتوقف لتحصل على قطعة تحفظ معها جزءاً من تراث سوريا. الرسم باستخدام الرمل والقطع الفنية المتعددة والطباعة على الموزاييك هي أدوات أضافها الحرفيون كتطوير على شكل التذكارات التقليدية ليستطيعوا أن يجذبوا الزائر لهذا السوق. صلي بالمصلحة 8 سنين. هلا حبيت المصلحة إنه الوحيدين بسوريا صفيانين فيها نحن، وإحنا تعمقنا فيها وحدثناها للمصلحة واشتغلنا فيها. وكل اللي عم نشوفه عم يشتغلوا فيها مو شباب يعني كبار، فيعني ما عم يحدثوا فيها ولا عم يعملوا فيها شيء، فنحن فتنا على المصلحة وغيرناها ونزلنا مثل مودات جديدة مثل ما شفتي نحن عم برسمها. صار في عنا شوية ركود بمصلحتنا إنه هي مصلحة بدها سياحة، خاصة إحنا قاعدين بمنطقة سياحية فبدها سياحة، فإجت فترة خفت عنا السياحة شوي، فبدنا نصير بقى نحن يعني نخترع شغلات جديدة. فأول شغلة اخترناها هي طباعة الصور على الصدف، يعني طريقة جديدة كتير وما عاد في مثلها، يعني احنا أول عالم بنعملها. نذير شاب سوري اختار هذه الحرفة اليدوية ليعبر من خلالها عن حبه لبلده التي يراها اليوم بحاجة لأبنائها أكثر من أي وقت مضى. ما بتخلى عن بلدي، يعني مثل السمك، إذا طلعنا من بلدنا بنموت نحن. بعدين الواحد ببلده أحسن من 100 بلد تانية، بعدين معارفنا فيها، أهلنا وقرايبنا فيها، شغلنا فيها ودراستنا وكل شيء فينا، يعني فيهم بالشام. طلعنا برا شو نساوي؟ رجعت تبلش من الصفر؟ أنا هون مؤسس، يعني تقريبا صار لي 10 سنين ما في واحد، يعني تقريبا 50% من سوريا بيعرفوني. يعني مجرد ما أعطيهم رسم بالرمل يعني أنا 50% صاروا بيعرفوني، فمشان هيك قاعد ببلدي، وبده يصير على بلدي بيصير علي. قد لا يستطيع الزائر لهذا المكان أن يأخذ كل ما تراه عينه، ولكن يستطيع من هذا المكان أن يأخذ قطعة تذكارية تحفظ له صور من سوريا. للإخبارية السورية من دمشق، سلمان.